الألعاب اللي تخليك تتجسد جاسوس أو نينجا وتخليك تركز على التخفي تعطي شعور ما له مثيل وما تحصله في الألعاب الثانية. ففي حلقة توب 10 اليوم راح نرتب من أقل ألعاب النينجا مراجعات حتى أفضلها. في المركز العاشر شينوبي، لعبة النينجا من سيجا وتعتبر الجزء الأول الثلاثة الأبعاد لسلسلة شينوبي. تلعب فيها بالبطل ذو الوشاح الأحمر خوتسوما اللي عنده سيف ما يشبع ويمتصر واحد الأشخاص اللي يقتلهم. هذه اللعبة صدرت على البلايستيشن 2 في 2002 وفيها 8 مراحل، كل مرحلة مقسومة إلى جزئين وفي آخرها قتال زعيم. خلال لعبك راح تحاول تتنقل بسرعة وتتخلص من كل الأعداء اللي قدامك بشكل سريع، لأنه إذا ما قتلت أحد السيف راح يأخذ روحك وتخسر. اللعبة كانت تعتبر صعبة ولا فيها تشيك بوينتس من المراحل، لكن إذا مت عند الزعيم راح ترجع عنده على طول ولا يحتاج تعيد المرحلة كاملة. معدل مراجعات هذه اللعبة كانت 7 من 10. في المركز التاسع سترايدر، هذا هو النينجا حق كابكوم وبتلعب فيه بالبطل سترايدر هيريو. في هذا الريميك اللي نزل في 2014 كان فيه مراحل كبيرة وتقدر تتجول وتستكشفها على راحتك حتى تجمع الأغراض والأسلحة اللي تبيها. هذا الجزء نوعا ما يعتبر زي الريميك للسلسلة ويخلط عناصر من لعبة الأركيد الأولى الأكشنية إلى لعبة العائلة اللي كانت بطابع تخفي خفيف وأخذت تصميم الشخصية الموجود من سلسلة مارفل فيرسس كابكوم. شخصيا من تجربتي اللعبة كانت ممتعة وعجبت بشكل كبير في سلاسة التحكم باللعبة. معدل مراجعات هذه اللعبة كان 7.7 من 10. في المركز الثامن Metal Gear Rising Revengeance، الجزء الأول في تاريخ سلسلة Metal Gear بشكل أكشني مع ريحة تجسس. هذا المشروع كان مثير للاهتمام لأنه بدأ تطويره في بداية 2009 من فريق كوجيما برودكشن، وبعد المعاناة في التطوير تورط الفريق. بعدها أعلنت كابكوم في 2011 بأنهم تواصلوا مع استوديو بلاتنم جيمز وهم راح يكملون المشروع. فريق كوجيما جلس سنتين مبزوط وما يدرون وش يسوون باللعبة، لكن بلاتنم خلال سنتين من التطوير خلصوها واستروها في الأسواق، ونشوفها في رأينا واحدة من أفضل أعمالهم. معدل مراجعات اللعبة كان 8.3 من 10. في المركز السابع Shadow Tactics Blades of the Shogun، لعبة تجسس وتخطيط بنفس الوقت تتحكم فيها بعدة شخصيات، هدفك اغتيال خصمك بدون ما تجذب انتباه باقي الأعداء. اللعبة أحداثها مبنية حول عصر إيدو في اليابان. بعد ما توحدت الدولة ظهر شخص يهدد الأمان في اليابان، ومن هنا الشوغن أو الموحد يأمر أحد متابعيه الساموراي باسم أوشيرو ميوغن بتجميع المعلومات حول هذا الشخص اللي هدد اليابان، ومن هنا تبدأ رحلتك وراح تقابل 3 أشخاص يساعدونك: النينجا، الحرامي، وأخيرا خبير الأسلحة النارية. كل هذه الشخصيات مع مهاراتهم المختلفة خلت اللعبة تتميز بالتنويع وتجربة خطط مختلفة بشكل مستمر. الكثير أعجب باللعبة وأسلوبها الإدماني، ومعدل مراجعاتها كان 8.5 من 10. في المركز السادس The Messenger، طورت من فريق سابوتاج ستوديو الكندي وهذه هي أول لعبة لهم. الأحداث تبدأ في قرية معشعشين فيها النينجا، وكان يعرفون بأن يوم من الأيام ملك الوحوش راح يهاجمهم في هذه القرية، ولما هاجمهم خلال هذا اليوم الموعود راح يوصل البطل الغربي وينقذهم. لما جاهم البطل الغربي راح يكلم شخصيتك ويعطيك رسالة يقول وصلها إلى الجبل، ومن هنا تبدأ مغامرتك اللي بتاخذك إلى مراحل مختلفة، وفي كل مرحلة في زعيم راح تقاتله وتكسب العديد من المهارات والأدوات المختلفة. القصة غريبة في البداية لكن مع الوقت راح توضح لك الأمور، مثل وش وضع ذا الرسالة ومن هو ذا البطل الغربي ذا. طبعا معدل مراجعة اللعبة كان 8.6 من 10. في المركز الخامس Tenchu Stealth Assassins، هذه اللعبة تعتبر أول لعبة نينجا نزلت وأضافوا لها عوامل التجسس أو التخفي، وكانت من تطوير فريق أكواير الياباني اللي طور كم جزء، وبنفس الوقت الاستوديو المشهور From Software طور أجزاء أخرى لهذه السلسلة. هذا الجزء فيه 10 مراحل مختلفة وكلها بالليل دائما، لازم تتخفى وتقتل الأعداء بضربة واحدة لأن القتال التقليدي غالبا راح تموت منه، وهنا تقدر تستفيد من الخطاف اللي عندك اللي يخليك ترقى فوق البيوت ويفتح لك المجال حتى تنقض على الأعداء من فوق وتغتالهم. اللعبة على وقتها كانت ثورية، وآخر جزء لها نزل كان في 2008. هذا الجزء الأول معدل مراجعاته كان 8.7 من 10. في المركز الرابع نيو، هذا المشروع من تيم نينجا بدأ على جهاز البلايستيشن 3 وبعدها اختفى الفترة وفجأة رجع لنا على البلايستيشن 4، وجت اللعبة خليط بين لعبة نينجا جايدن على لعبة دارك سولز. عالم اللعبة ونظام التحكم بكل سلاح ب3 مسكات أعطى عمق لأسلوب القتال مو موجود في نينجا جايدن والعاب الفريق السابقة. العالم حقها متنوع وجميل وتصاميم الأعداء فيها يخلط بين الواقع على الخيال وخرافات اليابانية. معدل مراجعات اللعبة كان 8.8 من 10 والجزء الثاني حقها بينزل الشهر الجاي، فمتحمس أشوف هل مراجعاتها راح تكون أحسن من الجزء الأول.
في المركز الثالث مارك اوف ذا نينجا. هذه اللعبه من تطوير الفريق المستقل كلي انترتينمنت المعروف بلعبتي شانك ودونت ستارف. اول ما صدرت مارك اوف ذا نينجا كانت حصريه على جهاز الاكس بوكس سيريس 60 لفتره معينه، ومن بعدها تدريجيا صدرت على البي سي واغلب الاجهزه المنزليه. اللعبة ثنائية الأبعاد وشخصيتك حولها دائما دائرة توضح لك مدى الصوت اللي تطلعه وقديش يوصل. كل المراحل منقسمة إلى أجزاء منورة وأجزاء مظلمة. المظلمة طبعا ما حد يقدر يشوفك فيها، تقدر تكسر اللمبات حتى تقلل من فرصة انتباه الأعداء لك، وأي شخص لما تقرب لمه بدون ما ينتبه لك تقدر تقتله بضربة واحدة. بالنسبة لي أعتبرها أفضل لعبة ثنائية الأبعاد قدرت تعطي إحساس التجسس والتخفي بهذا المنظور. معدل مراجعة اللعبة هو 9/10. في المركز الثاني سيكيرو شادوز داي توايس، واحدة من أحدث ألعاب النينجا من الفريق العريق From Software. اللعبة خلطت عناصر من ألعاب تنشو بشكل بسيط مع نظام ألعاب السولز، وبنفس الوقت قدمت أفكار مميزة خاصة فيها خلت طبقات القتال أعمق، مثل عداد البوستر اللي إذا أكتمل من كثر ما تسوي باري لضربات الأعداء والزعماء تخليك تقدر تذبحهم أو تشيل عداد كامل من دمه بضربة واحدة. هذه النقطة الذكية خلت اللاعبين يتعودون على دراسة وحركات كل الشخصيات باللعبة والتغلب عليهم بشكل مرة مرضي. معدل مراجعات سيكيرو هو 9/10. وأخيرا في المركز الأول نينجا غايدن بلاك، هذا السلسلة غنية عن التعريف، فهي بدأت من الثمانينات مع جهاز العائلة، بينما جزءها الثلاثي الأبعاد صدر أولا وبشكل حصري على جهاز الإكس بوكس الأول، ولقت نجاح جيد في الغرب لكن ما باعت بشكل كويس في اليابان. اللعبة كانت عنيفة وتشوف فيها أطراف الأجسام تتقطع وتطير في كل مكان. المشهور في نسخة بلاك كانت رفع صعوبة اللعبة وبنفس الوقت تقديم مستوى صعوبة سهل جدا اسمه نينجا دوغ، إهانة يعني جالسين يهنوننا يعني، مو مشكلة. وهذا طبعا بسبب أن اشتكوا الناس من صعوبة النسخة الأولى اللي صدرت في 2004. اللعبة من نوع الهاكن سلاش وتلعب بالنينجا ريو هايابوسا، وبما أنك النينجا عندك قدرات النينجا العادية مثل ركض على الجدران، تمشي فوق الموية، تنقز بين الجدران. اللعبة كانت أكشنية بحتة ولا حاولت تصير تجسسية أبدا. التقطيع والقتال فيها مرة مرضي لدرجة أنها هي حتى الآن لعبة النينجا اللي لها معدل مراجعات الأعلى وهو 9/4/10. وهذه كانت قائمة أفضل ألعاب النينجا. شاركونا بأسماء ألعاب النينجا المفضلة لكم في التعليقات. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.